زمان كانوا بيقولوا إن مفيش جريمة كاملة، لأن المجرم دايماً هيرجع لمسرح الجريمة بعد ما يعملها ويكشف نفسه بنفسه. الكلام ده كان زمان، أما في أيامنا دي فبقينا نشوف الجريمة عيني عينك وعلى الهواء مباشرة، زي عملية السرقة اللي صورتها كاميرات التلفزيون اليوناني مباشرة أثناء تصوير تقرير على شط البحر. خلينا نشوف. Μπροστά στην κάμερα που λέει το λόγο καταγράφει. Ναι, ναι. Ο Γιώργος ετοιμάζεται εδώ να βγει στον αέρα. فيديو غريب ومضحك زي ده حصل تفاعل وتعليقات كتير. يلا نشوف بعض من التعليقات دي. هنبدأ مع خالد. خالد غرض وقال أكيد هيقولوا إنه لاجئ. كمان كان في تعليق من أحمد غرض وقال من آمن على عقوبة أساء الأدب. أما حسين قال بكل بساطة كان لازم المراسل يحاول يوقفه. الراجل بيشتغل يا حسين، وبعدين فين الترند لو وقفه؟